يتعلق بالتجارة الإلكترونية. يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الأستاذ رشاد يوسف، مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني ومسؤول ملف التجارة الإلكترونية. أستاذ رشاد، مساء الخير وحياك الله. مساء الخير لكم، مساء الخير للسادة المستمعين. أهلا بك مجددا. يعني ربما ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي أيضا هو يعني دراسة ونقاش إنجاز قوانين جديدة في أكثر من موضوع وفي أكثر من قضية، ومن ضمنها قضية التجارة الإلكترونية. أحب أن أستثمر فرصة وجودك معنا لنعرف بالمزيد حول القانون الجديد المتعلق بالتجارة الإلكترونية. تفضل أستاذ رشاد. مساء الخير لكم مجددا. طبعا موضوع التجارة الإلكترونية يعني أصبحت قضية ملحة في الفترة الأخيرة وبالذات خلال جائحة كورونا وما بعد الجائحة، ويلاحظ يعني أنه هناك كثير من المواقع سواء كانت متخصصة أو مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعمل في هذا المجال، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لتنظيم هذا القطاع. طبعا عكسنا نحن مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية على دراسة واقع هذا القطاع وآلية تنظيمه، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء خلال شهر 3 من العام الحالي على ضرورة العمل على قانون مشترك ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنظيم هذا القطاع. طبعا حاليا نحن بالتشارك بين الوزارتين تم إعداد المسودة الأولى. أبرز مفاصل هذا القانون واللي هي نحكي عن القضايا التي تتعلق في ضرورة أن يكون هناك سجل إلكتروني لتسجيل جميع نسميها المواقع التي تعمل في هذا القطاع. طبعا ضمن شروط يعني تسجيل ميسرة، طبعا بالإضافة إلى الكثير من المفاصل العلاقة في حماية المستهلك وبالذات ضبط موضوع المواصفات، موضوع الأسعار، موضوع التوفير وما إلى ذلك من القضايا. يعني أنا لا أخفيك أستاذ رشاد، ربما هذا من أكثر يعني القطاعات يعني في صراحة أكثر من مكون، ويعني خليني أقول لك إياها بصراحة، يعني كثير يعني كل الناس صارت بتشتغل على الأونلاين، كله بيقدم خدمة يعني الأونلاين والشراء عبر الإنترنت، ويعني هذا كان موجود عمليا في البلد ولكن ما بعد وخلال كورونا وما بعدها ازداد عمليا. فأنا يعني من مكاني هذا يعني أتخيل كم صعوبة بالإحاطة بكل مكونات هذا القطاع. ما هي يعني تخوفاتكم وتوقعاتكم أيضا فيما يتعلق بضبط وتنظيم هذا القطاع؟ ما بعرف شو بدي أقول عنه، هل هو كبير، هل هو مترامي الأطراف أو لا يمكن ضبطه؟ يعني بلا شك يعني موضوع التجارة الإلكترونية موضوع حديث، وحتى مش بس فقط في فلسطين، في معظم الدول يعني هناك قليل من الدول اللي نسميها وضعت قوانين لتنظيم هذا القطاع. هلا بلا شك انه تنظيمه بشكل كامل طبعا ضمن نحكي فترة قصيرة طبعا هذا شيء مستحيل. احنا على الأقل يعني كانت المبادرة إن نبلش بتنظيم هذا القطاع، وأي شيء بحاجة لتنظيم هو بحاجة لقانون. فبالتالي موضوع القانون وما ورد في القانون يعني هو سيكون بداية لتنظيم هذا القطاع. طبعا إحنا وجهة نظرنا في وزارة الاقتصاد لهذا القطاع هو نحكي عن سيف ذو حدين، الجزء الأول هو حماية المستهلك ضمن هذه التجارة، والجزء الآخر تشجيع. يعني احنا بالنسبه هذا القطاع هو اصبح فرصه عمل لكثير من الناس وبالتالي مصدر دخل، وبالتالي نسمي يعني ناس كثير بيشتغلوا في هذا القطاع هم من الاناث. فبالتالي يعني احنا مش معنيين نضيق على هذا القطاع، احنا معنيين يعني انه هذا القطاع ينمو ولكن ضمن ضوابط وضمن شروط. طبعا احنا خلال السنه الماضيه وصلنا حوالي 87 قضيه أو شكوى للوزارة تتعلق في موضوع حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، يعني قضايا غش، قضايا تتعلق بالتوصيل، وبالتالي يعني هناك كان صعوبة في حل هذه القضايا على اعتبار كثير من المواقع ما لهم موقع فيه سيادي.
وبالتالي يعني كان هناك تعامل مع هذه القضايا صعب بعض الشيء. بالتالي لما نوضع قانون لما يكون هناك سجل لما يكون عناوين ثابتة وهناك رخص رسمية لهذا القانون، فبالتالي يصبح تنظيمه أسهل بكثير من الواقع الحالي. نعم، ومن السهل أيضا السيطرة عليه والسيطرة على يعني تفاصيله وأي شيء متعلق فيه. طيب أنا بدي يعني أعرف منك شغلتين. أولا أنت قلت بأن العمل هو مشترك مع وزارة الاتصالات، وفي هذا الخصوص أحب أن أستمع إلى تعليق منك، تفضل. طبعا احنا لما نحكي عن موضوع تجاره الكترونيه او حتى هو موضوع الاقتصاد الرقمي اللي حاليا والغالب بنحكي عن الموضوع، هو يعني ليس فقط مسؤوليه وزاره الاقتصاد، فمسؤوليه وزاره الاقتصاد تكنولوجيا المعلومات مشتركه، يعني هناك عندهم قانون المعاملات الالكترونيه وهو بكثير يتداخل مع موضوع التجاره الالكترونيه. موضوع البريد وشركات نقل الطرود هو من اختصاص وزاره الاقتصاد تكنولوجيا المعلومات. موضوع البنيه التحتيه وما يتعلق في البنيه التحتيه الالكترونيه هو ايضا من اختصاص هذه الوزاره. فبالتالي هو اصبح يعني نسميه هو عمل مشترك ما بين المؤسستين. طبعا اضافي الى ذلك تم التواصل مع يعني هناك نسميه اجتماع مع سلطه النقد على اعتبار هي الجهه المسؤوله عن مواقع الدفع الالكتروني. حاليا هناك تشاور مع وزاره الماليه على موضوع فيما يتعلق في موضوع الرسوم والضرائب وما الى ذلك. وطبعا نحن نخطط خلال الشهر القادم العمل نسميها ورشه عمل وطنيه لعرض القانون على يعني معظم المؤسسات سواء حكوميه او مجتمع مدني او مؤسسات قطاع خاص او مؤسسات دوليه، من اجل يعني نحكي الوصول الى يعني مسودة قانون ملائم لجميع الأطراف، يعني وتلبي طبعا تلبي احتياجات يعني الجميع سواء العاملين والمشتغلين في هذا القطاع، وأيضا تلبي احتياجات ويعني حقوق أيضا المستهلك الذي يعني لا يستطيع أحد أن ينكر بأنه يعني قد يكون عرضة للغش وللتدليس في كثير من يعني القضايا المتعلقة بالشراء عبر الانترنت. طيب أنا آخر سؤال عندي، ويعني إن أمكن أن تطلعنا على أبرز سمات هذا القانون في قراءته الأولى ولو باليسير. يعني هو حكينا يعني أهم مفاصل هذا القانون أول شيء عندنا، واللي هو موضوع فيما يتعلق في موضوع إنشاء سجل المواقع الإلكترونية. طبعا لما نحكي عن سجل هو سجل تسجيل إلكتروني رسمي، يعني بصير هو زي يعطي رخصة رسمية لهذه المواقع من أجل ممارسة التجارة، طبعا ضمن شروط معينة وضمن متطلبات تسجيل يعني نسميها ميسرة على اعتبار نشجع هذه المواقع للتسجيل في هذا السجل. طبعا هناك فيما يتعلق في موضوع مواقع الدفع، يعني جزء يتعلق في ضبط مواقع الضبط الإلكتروني، جزء يتعلق في موضوع شركات التوصيل، جزء يتعلق في طبعا بلا شك راح يكون هناك في جزء يتعلق في موضوع العقوبات والمخالفات. فهذه يعني أبرز المفاصل الرئيسية الموجودة في القانون. نعم، يعني أنا إلى هنا أشكرك الأستاذ رشاد يوسف على كل هذه التوضيحات. الأستاذ رشاد يوسف مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني ومسؤول ملف التجارة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.